الاورجانيزم وقدرنا نحضر له سبيسيفيك فاكسين وتريتمنت وبريفنتيف ميجرز قدرنا فور شور ان المرض ايه؟ صفرات. فلذلك الفرق بين كوميونيتي والنان كوميونيتي ديزيزز. عشان كده انتوا سهلتوا علينا المشوار في حاجه قلتوا لي حضرتك النهارده انا مش بتكلم على الايتيولوجي انا بتكلم على ايه؟ ريسك صح ولا لا؟ فانا النهارده اكتشفت بتكلم بيدي على حاجه اسمها ريسك فاكتورز اندر اوكي؟ ايوه. والحاجه الثانيه هتكلم طبعا طبعا على السؤال بتاعي انا اللي هو الانترفنشن صح ولا غلط؟ يبقى انا كلامي النهارده مش على الايتيولوجي النهارده والحصه الجايه لما نكمل نانتو بينتر مع بعض باذن الله انا مش بتكلم على الايتيولوجي انا ما عنديش سبب لكن عندي حاجه اسمها ايه؟ ريسك فاكتورز. فبالتالي بقول لحضرتك لو سمحت ارجوك اس العب رياضه بطل سجاير النرفزه ام سو ان سو على امل ان انا بنسبه كبيره جدا اوعدك ان ايه؟ مش هيحصلك تكتيكولوجي. طيب من قصدي ازاي؟ دي تبقى ايه؟ هايبر تنشن. عشان كده البريفنشن عندنا بيني وبينكم البريفنشن هنا في الامتحان سهل. ليه سهل؟ انا ما عنديش فن في البريفنشن هنا، ليه ما عنديش فن؟ لان حضرتك لو عرفت الريسك فاكتورز البريفنشن ما هو الا ايه؟ افويد ريسك فاكتورز. ما انا ما عنديش غير كده. هتبص لي رصه ريسك فاكتورز معينه هتيجي في البريفنشن هتقول لي حضرتك انا مضطر ان انا ايه امنع 1 2 3 4 5 بس ده اللي انا هعمله في البريفنشن. يمكن غير الكوميونيكابل اللي بناخدها مع بعض هتلاقي في البريفنشن هقول لك الفاكسين واسمه ايه وبيتاخد امتى وجرعته قد ايه هتلاقي قصه طويله في البريفنشن هنا ايه؟ هنا البريفنشن مينو تامج. عشان كده بص ده ريسك فاكتور في الكيس تبقى ايه؟ تبقى بريفنشن. بس انا هتزنق في حاجه بينه وبينك وهي حاجه في بعض الريسك فاكتورز مش قادر اعملها بالفاكتور صح؟ زي ايه؟ مش عارف اعمله ايه؟ طب هو مصر الاثنين ده انت كان موتهم يعني حتى لما قلتهم يعني قصدي القصه مش هتنتهي فلذلك هتلاقي انك انت مزنوق في ريسك فاكتورز مش هعرف طيب فهمت الكونسيبت؟ طيب انا هتكلم ايه في النون كوميونيكابل ديزيزز؟ هتكلم على اشهر امراض العصر على الاطلاق حاجه اسمها سي اتش دي او بيسموه اللي هو الكورونري هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز او كورونري هارت ديزيز زي ما بيسموه. It is the first cause of death في العالم النهاردة. صح؟ 35 معرفش 25 أو 5 حسب الدول العالم يعني variable يعني أكثر على الأقل من ربع أسباب الوفيات في العالم أزمة قلبية. كورونري هارت ديزيز. المرض الثاني هنتكلم عنه إن شاء الله اللي هو الهايبرتنشن. وأعتقد صحيح على العالم دلوقتي الهايبرتنشن. الضغط بقى موجود بنسبة كبيرة قوي أنا مش هكون مبالغ لو قلت دلوقتي موجود في كل الأشخاص. هي طبيعي دلوقتي انك تلاقي واحد عنده حاجه 20 سنه تقيس له الضغط وياخد انت هايبرتنسيف تريتمنت ده طبيعي يعني ما حدش النهارده بقى ليه جزء غريب وحاجه مستغرب. هنتكلم عن مصاحب للضغط حاجه اسمها الدايابيتس ايه؟ انا الاثنين مصاحبين مع بعض مش الاثنين بيعملوا بعض هما الاثنين ايه؟ مشتركين في نفس الريسك فاكتورز ممتاز. هنتكلم عن الكانسر ربنا يكفينا ويكفيكم جميعا يا رب شر الكانسر اللي انتشر كتير جدا بسبب الريسك فاكتورز زادت. بعد ما خلص كلام عليهم هكلمكم على السموكينج كمصيبه من المصايب اللي كانت بتؤدي لكل الامراض اللي فوق عندها واخر حاجه في الشابتر بنتكلم عن حاجه اسمها الانجريز او الاكسيدنتس او الحوادث عندها ده الشابتر هم ست حاجات دول ست موضوعات في الشابتر هنتكلم فيهم مع بعض عندنا في اي موضوع من دول عايز اتكلم على حاجتين اتنين بس اللي هم ايه؟ ريسك فاكتورز وبريفنشن صح ولا غلط؟ لان انا خلي بالكم السؤال المهم من اول حصه بقى النهارده وصلنا ايه؟ البريفنشن صح ولا غلط؟ لكن دايما عشان اقدر اعمل بريفنشن لازم اعرف السبب. عشان كده محتاج اعرف الريسك فاكتورز. واضح؟ طيب قبل ما اتكلم عليهم ده اللي هتكلم عليهم باذن الله النهارده والمره الجايه ان شاء الله، قبل ما اتكلم عليهم هسالكم عايز اعرف من حضراتكم وهنسال مع بعض ليه النون كوميونيكابل ديزيزز زادت هذه الايام؟ 10 اسباب فور وات ليه البريفيلنس او نسبه انتشار النون كوميونيكابل ديزيزز زادت هذه الايام غير زمان؟ اكيد كلكم سمعتوا حوار مع بابا وماما يقول لك يا ابني زمان واحنا قاعدين واحنا صغيرين عمرنا ما نسمع عن كان جدك او كان مثلا فلان او علان كان عنده الضغط او السكر والقلب صح؟ يعني بقول لك يا ابني ما كانش الكلام ده عندنا زي زمان زي الايام دي. النهارده اقدر اجرانتي ان كل حد فينا حد في العيله عنده بابا او ماما او خاله او خاله او اكتر من واحد عنده هايبرتنشن او ايه؟ او دايابيتس صح ولا غلط؟ فليه الامراض اللي انا كنت بقول لك ذيس دايز او ذيس ييرز زادت قوي؟ ده سؤال حضرتك 10 اسئله بتفسر ليه النون كوميونيكابل واحد اول ثلاثه
حاجه اسمها جيوغرافيك وايديولوجيكال ونيوتريشنال ترانزيشنال ثيوري. ديموغرافيك ترانزيشنال ثيوري، ايديولوجيكال ترانزيشنال ثيوري، ونيوتريشنال ترانزيشنال ثيوري. كلمة ديموغرافيك هناخد مع بعض شابتر كامل، هنقعد في ساعة وربع مع بعض إن شاء الله، اسمه ديموغرافي اللي هو علم السكان، تركيبة السكان، رجالة ولا ستات ولا أطفال ما فيش قد إيه وبتزيد السكان قد إيه، يعني تركيبة السكان أخبارها. إبديميولوجيكال الأمراض. إبديميولوجيكال هناخد برضه شابتر اسمه جنرال إبديميولوجي اللي هو علم الأمراض عامة. نيوتريشنال اللي هو التغذية. السؤال، حصل تغير في السكان؟ حصل تغير حصل تغير في الامراض، حصل تغير في النيوتريشن. ازاي تغير في السكر؟ زمان كانت الامراض كانت مرعبه وتموت سريعا. لو رجعنا القرن ال 19 مش هرجع زمان ولغايه القرن ال 20 كان في امراض الطاعون اللي هو البليج وامراض الدرن تبي كان قاتل، وكان الكوليرا كانت بتموت، يعني كان في مصايب في الناس كانت بتموت. بلس الجهل اللي كان منتشر زمان والناس كانت فقيره وما كانت عايشه في بيئه غير سليمه اند سو اون، فكانت الناس بتموت بشكل كبير. النهارده العلم تقدم بقى في كنترول للانفكشوس ديزيز كلها، وظهر البنسلين والانتبيوتكس والتريتمنت والفاكسينز اند سو اون. فايه اللي حصل في اللايف اكسبكتنسي؟ ايه اللي حصل في اللايف اكسبكتنسي عندنا؟ يعني ايه كلمه لايف اكسبكتنسي؟ متوسط العمر. لما متوسط العمر عندنا زاد، ركزوا معايا، لما متوسط العمر عندنا زاد فالناس بقت تعيش اكتر، صح؟ طب ده اصلا في النون كوميونيكابل فيه. عارف اللي ياما يعيش ياما يشوف؟ هو النون كوميونيكابل اكتر جنرال في العواجيز ولا الشباب ولا الكبار؟ كيف العواجيز؟ سؤال حضرتك كيف العواجيز؟ الريسك فاكتورز از كوميونيتيف، يعني ايه كوميونيتيف؟ هو اللي بيشرب سجاير مش هيجيب الاسبوع الجاي كورونا هارد ديزيز، ده محتاج يشرب قد ايه؟ سنه واثنين وعشرة و15. اللي عايش في ستريس مش بعد اسبوع ستريس ضغطك هيعلى، ده انت محتاج تحط في ستريس سنه واثنين وعشرة و15. فكونك بتكبر كل ما بتكبر كل ما تعرض ريسك فاكتور كميوليتف، فبالتالي بروبابيلتي المرض ايه؟ تزيد. يبقى تفسير الديموغرافيك ترانزيشنال ثيوري لما اللايف اكسبكتنسي زادت فالسيكتور بتاع العواجيز ايه؟ زاد، وهم اوريدي اصلا العرضه لايه؟ لان نون كوميونيكابل ديزيزز. ده فاهم؟ يبقى دي اول ثيوري فسرت ليه بشوف الضغط اكتر والسكر اكتر. تاني ثيوري قالت لي ايبيديميولوجيكال ترانزيشنال ثيوري. عارفين ميزان الكافيتين؟ عارفين الميزان اللي بيبقى عند راجل بتاع الفاكهه اللي بيحط حاجه، الميزان ده فكرته ايه؟ لو حطيت حاجه الناحيه دي الكافيه هتنزل والتانيه تطلع، صح؟ يعني الميزان ديسبالانسد. هل ينفع اثنين يطلعوا مع بعض؟ هل ينفع اثنين يقلوا مع بعض؟ غالبا يعني ما تنزل واحده تطلع. القصه فين؟ ان امراض النون كوميونيت يعني هي ريلاتيف، وعلى فكره لما حد فيهم بيطلع الثاني بينزل ريلاتيف، يعني هو الفكره ان هم ريلاتيف لبعض. الكوميونيكابل ديزيز القصه اللي حكيتها من شويه ان الكوميونيكابل ديزيز والامراض الانفكشوس حصل لها كنترول في العالم بشكل كبير قوي عن طريق زي ما قلت لكم الفاكسينز الاويرز الانتي بايوتكس التريتمنت، صح ولا غلط؟ فاصبح في كنترول للكوميونيكابل ديزيز. انا فين الاخر؟ الريسك فاكتورز نون كوميونيكابل اخبار عليه؟ ليه؟ زي ايه؟ زي ايه؟ بوليوشن لسه قايل بقى السجاير سن صغير وفي البنات والانصار ستريس زادت قوي غير زمان فورتي هرتز، صح ولا غلط؟ كل ده كله خلي بالك انت حضرتك في العالم لو انت دكتور بتشخص امراض لقيت الامراض الكوميونيكابل بتقل لان خلاص بقى الفاكسين بتكنترول القصه ولقيت الريسك فاكتور بتزيد، فبقيت كدكتور بتحس مين اللي بيبقى منتشر اكتر؟ انكم عشان ايه؟ عشان هم بيزيدوا طبيعي بالريسك فاكتورز والكوميونيكابل ايه؟ بتقل. فبدل ما كنت بتشوف في عيادتك، هديك اكزامبل بسيط، سبعه كوميونيكابل وثلاثه نان كوميونيكابل، بدي اكزامبل او في المستشفى او في الوحده الصحيه او وتيفر، بقيت بدل ما تشوف سبعه كوميونيكابل بتشوف اربعه بس او خمسه بس، وبدل ما تشوف ثلاثه نان كوميونيكابل بتشوف خمسه او سته. فتلاقي ان الكوميونيكابل نسبتها ايه؟ يبقى فكره الابيديمولوجيكال او تغير الباترن بتاع امراض. نيوتريشن يعني ايه نيوتريشن؟ هل البيهيفير بتاع النيوتريشن بتاع الناس اتغير؟ عبر 50 سنة. يعني مش عبر قرون، عبر 50 سنة اتغير. الفاست فودز في مصر دخل جامد، حتى عارف. أول فاست فود في مصر أعتقد الراجل اللي صلحوه لي وأنا من غلطان كان ومبي. كان ومبي. ومبي دخل في بداية التمرين.
يعني كلمة 30 سنة ماكسيم. لا انا قبل بس كده بقول لك انا عايز اوضحك بس بيهيفير ايه الفاست فود والجنك فود ان الكونسيبت ده ما كانش موجود عندنا دخل من 30 سنه بس. انا عايز قلت لكم امبارح كنا بنتكلم اول امبارح اي ثينك ان ذا هيومن بيهيفير از اولويز ديزايرنج فور تيستينج صح ولا غلط؟ انا عندي رغبه في التيست فزمان كانت الرغبه في الفيلينج بالايه؟ بالفلوس صح ولا غلط؟ النهارده بقت الرغبه في الفيلينج بالجنك فودز والحاجات دي كلها. فحصل ايه؟ ان بدل ما كانت الناس بتوجه البرودكشن اوف ذا فود تورز الفروتس والفيجيتابلز اند سو اون والحاجات دي كلها بقت الناس تتوجه للفاست فودز والجنك فودز. الجنك فودز على فكره لو هنبص على الجنك فودز وجبه الكومبو في اي مطعم كل المطاعم كونسيبت واحد. الجنك فودز عباره عن ساندويتش برجر او ساندويتش بطاطس بانيه سوري فراخ بانيه معاها فرايز. خلي بالك القصه كميه الاويل اللي فات فيها ايه؟ وهم عشان يخلوا التيست مختلف يحطوا عليها ملح وفلفل مهارات صح ورات عشان تبقى التيست بالنسبه لك مختلف يعني هو كل الكونسيبت واحد فتلاقي ان الوجبه اوفر اول ان هيلثي اتول صح ولا غلط بلس يقول لك بيبسي فدي برضه سورس اوف كالوريز بشكل كبير غير مخاطر البيبسي الاخرى غير انها سورس اوف كالوريز عندنا اني هاو فالنيوتريشن ان الترند الناس تغير من الفروتس الى الجنك فودز اوكي ده برضه خلى الامراض انكم يركبوا الايه تنتشر بشكل كده ثلاث اسباب لغايه دلوقتي بحسسكم قد ايه انكم ليه كانوا بينتشروا في حياتنا. ايه الثلاث اسباب؟ خلاص معايا احنا مش نايمين خلاص احنا صحصحنا خلاص سبعة ونص تقريبا خلاص صحينا ديموغرافيك ترانزيشنال ثيوري ابيديميولوجيكال ترانزيشنال ثيوري ونيوتريشنال ترانزيشنال ثيوري. السبب الرابع عندنا از مالتي فاكتوريال ريسك فاكتورز. يعني ايه مالتي فاكتوريال ريسك فاكتورز؟ انت لما بتواجه الكوميونيكابل ديزيزز انت بتواجه فيروس اورجانيزم واحد له معالم واضحه له شكل واضح له طريقه انتشار واحده له بريفنشن واحد صح. في الكونان كوميونيكابل ديزيز حضرتك بتواجه مرض بكام فاكتور كتير انفورشنتلي ان حتى الفاكتورز اللي موجوده ذير از سام فاكتورز ستيل لغايه النهارده از انون صح ولا غلط؟ يعني انا هديكوا لسته من الفاكتورز لكن كل شويه كل سنه او اثنين او ثلاثه هكتشف ريسك فاكتور ايه؟ زياده. نمبر 1 نمبر 2 ان سم اوف ذا فاكتورز ريليتد تو حاجات ما اقدرش اغيرها زي ما انتوا قلتوا لي الجينيتك الايج لو قلت لك ان الايج از ريسك فاكتور لاكثر من 50 سنه طب انا هعمل ايه؟ يعني قصدي في حاجات عندك بتبقى ايه؟ ايفن في بعض الريسك فاكتورز ممكن اغيرها على ارض الواقع ديفيكالت تو بي ايه؟ كنترول. لما اجي احل مشكله الاوبيستي في مصر ودي مشكله عظيمه جدا وبتسبب مشاكل كثيره انا عارف انها ريسك فاكتور مهمه في امراض كثيره قوي وعارف طريقه الحل ايه لكن لما جينا نحلها على ارض الواقع لقيناها ايه؟ صعبه لان بيهيفير باترن الناس مش فاضيه بيقعدوا اوقات طويله في الشغل مش قادر ياكل من هيلثي هابتس مفيش فرصه يلعب رياضه فاهمين قصدي؟ فلذلك هلاقي ان بعض الفاكتورز ديفيكالت تو بي كنترول يبقى ده كل ده بيصحح مهمه فتلاقي النان كوميونيكابل تزيد. اوكي؟ طيب. دي رقم اربعه. خمسه وسته. خمسه وسته هو مايجريشن هو خمسه وسته كونسيبت بتاعهم واحد من رورال تو ايرن. والسته هي الانترناشونال كوميونيكيشن. هو باي ذا واي الاثنين نفس الفكره بالظبط بس هقول لكم فكره ثانيه. ايه مشكله هجره الناس من الريف للمدينه؟ احنا من 20 سنه كان عدد الريف المصري 75% من شعب مصر. النهارده الريف وصل ل 57 او 58% تقريبا. معنى كده ان عندك 18% من شعب مصر هاجر من الريف للمدينه. هاجر فور سيكينج فور بيتر جوب، فور بيتر اديوكيشن، فور بيتر انكم لاي سبب، فور بيتر لايف ستايل. طب ايه مشكله الهجره من الريف للمدينه؟ ازاي تزود دماغكم بينك وبين البلد؟ هو النان كوميونيكابل ديزيز اصلا اكتر في الريف ولا في المدينه؟ ليه في المدينه؟ ريسك فاكتورز موجوده اكتر. لو هتكلم على بوليوشن، لو هتكلم على ستريس، لو هتكلم على جنك فودز، لو هتكلم على سموكينج، منطقي الكلام ده موجود في المدينه اكتر. طب لما تهاجر الناس من الريف الى المدينه ايه اللي بيحصل؟ البورشن اللي هيتقرب للنان كوميونيكابل اكتر من سكتور المدينه هيزيد، وحاجه ثانيه هتنقل للريف ايه؟ لايف ستايل. خلي بالك اصل اللي بينقل من الريف للمدينه مش بينقل بابن، بينقل بيروح بيرجع. صح ولا غلط؟ فبيكتسب فولتي هابتس في المدينه، ايه اللي بيحصل؟ بيرجع بيها البلد تاني.
صح ولا لا؟ يبدا يعلم الناس هذه هيلث. طبعا التلفزيون والحاجات اللي هي دور كبير جدا في التربيه. واضح؟ عشان كده بقول عندنا هجره الناس من الريف للمدينه اكسبتهم باد لايف ستايل وفورتي هابتس اند سو اون. عايز اقول لكم على اكزامبل، انا رحت قرى في مصر كتيره، تلاقي مثلا زمان كانت الست بتخبز العيش في البيت، بتطبخ الاكل كله في البيت، اكلها كله في البيت عندي تماما، يعني كان طبيعي ان تعمل اكل في البيت. بدات النهارده تنتشر الكونسيبت، طب ما هي من فرن عيش. فالست ما بتعملش العيش في البيت، بيعتمد على الفرن بيشتروا عيش جاهز. طب بنعمل محل مش عارف، كانت الست بتعمل الفراخ وكله في البيت. صح؟ ده قال لك طب ما يجيب راجل فرنجي ويجيب الفراخ البيضه اللي بتاخد هرمونز اند سوت وتتباع هناك. بس ده تستسهل، طب ما يجيب فرخ جاهزه. يعني عايز اقول نقلنا فولتي هابتس. طبعا انا متخيل، انا بتكلم طبعا على الريف، مش المدن اللي في المحافظات، انا بتكلم على القرى الاصليه. انا متخيل ان ودن نير فيوتشر هتلاقي في القرى الاصليه انتشرت برضه بعض المحلات الايه؟ الفاست فود، مش لازم براندز بس حتى على الاقل محلات على سكيل ايه؟ اصغر. فهجره الناس من الريف للمدينه نقلت البلاد هابتس بنفس المنطق. انترناشونال كوميونيكيشن، الهجره من اتصال العالم اسف في بعضه بقى اسهل. هتقول لي ثرو انترنت، ثرو تلفزيون. انا فاكر احنا صغيرين كان التلفزيون بيجي في القناه الاولى والثانيه، ولما القناه الثالثه جت كنا احنا كبرنا، يعني قالوا لي في قناه ثالثه هتفتح التلفزيون، وكانت التلفزيون مثلا على الساعه 10 في الوش طبعا ما لحقتوش انتوا قاعدين اجيال، فكان التلفزيون بيجي لنا على الساعه 10 بالليل بيعمل الشاشه اللي بتبقى نقط سودا دي، خلاص مفيش ارسال تاني، انتهت الاتصال على كده، ويبدا الصبح الساعه 9 او الساعه 10. يعني ده كان ارسال التلفزيون، وكانت القناه الاولى والثانيه، هيجي كل مجاب والثالثه، والثالثه كانت في القاهره، والرابعة مش عارف كانت في اسكندرية لو انا فاكر صح، والخامسة في القناة والاسماعيلية، يعني وكانت بتبث في المدن دي بس، يعني قصدي كان ارسالها بيوصل في المدن دي بس، فقصدي ما كانش في وير كوميونيكيشن، كان الواحد عشان يسافر لحد او كان عشان حد يسافر بقى الكويت ولا السعودية كانت تطلع البلد كلها تودعه، الراجل مسافر رايح هناك دلوقتي، صح؟ حضرتك كان تيك ديسيجن انك انت تسافر بكرة وتسافر ثلاث ايام وترجع، يعني اصبح النهارده السفر والكوميونيكيشن اسهل. طب الايزلي كوميونيكيشن اثرت ازاي في النون كوميونيكيشن؟ نفس الفكره بتاعت الورقه الطبيعيه نقلت الايه؟ البدنس، صح ولا غلط؟ ما انت عايز تقول لي احنا فهمنا مين محلات ماكدونالدز وكنتاكي والحاجات دي كلها. الحاجات اللي فتحت في مصر ما كانش حد سمعناها قبل كده، كانش عارف. امال الكونسيبت ده جامد منين؟ الناس اللي فتحت في مصر شافوا الكلام ده، فطب ما ليه ما نعملوش في مصر؟ والتلفزيون والاعلانات والمسلسلات والافلام الاجنبي اند سو اون، طب ليه ما نعملش حاجات دي؟ فهمت الفكره عندنا؟ فنقلنا برضه الباد هابتس الى او اسمحت انتشار الباد هابتس بسهوله قوي. طبعا انا مش عايز اقول انت ماشي كوميونيكيشن ايش انت بقى اثبت فيه ده، لكن ده في جود اثبت طبعا. ان بس انا بتكلم على ايه فيما يخص النون كوميونيكيشن بيسيس. سبعه الانفايرمنت، هنا بقى الشابتر اللي انا هتكلم عنه اظن يعني سيبه للشابتر. الانفايرمنت مش محتاج اقول لكم قد ايه الانفايرمنت كان ليها دور في الايه؟ في النون كوميونيكيشن بيسيس. طبعا طبعا الايفولوشن والمشاكل الموجوده عندنا في الانفايرمنت. طيب 8 و 9 هو ايه؟ هو الديفرنس ان الريسك فاكتور امونج تايم او 9 امونج كانتريز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ديفرنس امونج تايم او ديفرنس امونج كانتريز؟ ايه معنى الديفرنس؟ ديفرنس ريسك فاكتور امونج تايم. احنا اتفقنا ان المرض ليه مجموعه من الريسك فاكتورز وليس ريسك فاكتور واحد. فجيت قلت والله بصوا يا جماعه انا هركز على السموكينج كريسك فاكتور للكرونري هارت ديزيز. قعدت سنتين امنع السجاير في الاماكن المغلقه، ممنوع شرب السجاير في الجامعات، ممنوع شرب السجاير في المولات، ممنوع شرب السجاير في الامسون، عملت كل الميجرز كلها. وقلت على امل ان الكرونري هارت ديزيز ايه؟ فوقت ان صار ريسك فاكتور جديد. كان موجود بس قصدي زي الاسترس. حصل مشاكل في البلد، حصل تقلبات، فبدا الاسترس يظهر. فبدات بقى لما بدات افرح ان انا اكونترول الريسك فاكتور اللي كان عامل لي قلق وقتها، كنت حاسس انه اشهر حاجه السجاير وحاولت ان انا اقلله، لقيت وذ ذا تايم ريسك فاكتور تاني ظهر. فالتغيرات ما هو منطقي، ما انت كل جيرة في كل كام سنه هتلاقي فيه ريسك فاكتور اوضح شويه او اعلى شويه ان سوبر. فده بيصعب المهمه عليك في النون كوميونيكابل ايه؟ ديزيز. طبعا حد يقول طب نمنعهم كلهم مره واحده. صح مستحيل. صح الموضوع مش سهل زي ما احنا فاكرين. طب امانك كانسرز يعني لو اديتكم مثال الليفر كانسر، ايه اشهر اسباب الليفر كانسر او اشهر ريسك فاكتور لليفر كانسر في مصر؟ ماشي بسبب؟ هيباتايتس.
طيب سؤال تاني نفس المرض اللي اسمه ليفر كانسر. ايه اشهر ريسك فاكتور ليفر كانسر بره في الديفلوبد كانتري؟ الكوليسترول. فعايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي ان الريسك فاكتور اللي عندنا هو مش قصدك غير اللي عندهم، بس قصدي الريسك فاكتورز الواضح عندنا غير اللي عندهم. طب دي هتواجه لك مشكله فيه. هتصعب ايه؟ انترناشونال كوبريشن في معنى المرض. لما جينا بنواجه البوليو العالم كله كان بيواجه ايه؟ اورجانيزم واحد بشكل واحد بطريقه انتشار واحده بنمو ترانسميشن واحد بالبريفنتيف ميجرز واحده. فاهمين قصدي ازاي؟ فكنا ممكن نحط ايدينا في ايد بعض ونحاول نمنع المرض. لكن تعالوا مع بعض نضرب الليفر كانسر. هنحط ايدينا في ايد بعض، كل واحد عنده هم لوحده بيحاول يكنترول لوحده، صح؟ فما خدناش خبرات بعض، ما تعاوناش مع بعض، المرض عندنا ايه؟ زاد. الفاكتور رقم 10 الاخير عشان نسمعهم بقى مع بعض، هنسمعهم دلوقتي كلهم مع بعض. ليميتد ساينتفك ريسيرشز. يعني ايه ليميتد ساينتفك ريسيرشز؟ العالم بيصرف على الابحاث العلميه بشكل كبير قوي. بيديسكفر ذا نيو ريسك فاكتورز هاو تو بريفنت اند سو اون. ده في العالم. للاسف في الديفلوبنج كانتريز احنا عندنا ليميتد ساينتفك ريسيرشز. يعني ما عندناش فوكس على البحث العلمي بشكل كبير اللي يخليك ايه؟ تقول ان الامراض عندنا بتقل او نقدر نعملها كنترول بشكل اوضح. اتفقنا يا شباب؟ في الكوره هو مش بس في النون كوميونيكابل، في مصر عموما. يعني احنا من الدول اللي ما بتصرفش على البحث العلمي بشكل ايه كبير. يبقى دي للاسف دي مشكله كبيره عندنا. عايز اقول لكم حاجه يمكن بيها حاجتين في مصر احنا بنحرم نفسنا من المصاريف بتاعتهم. او مش بنصرف فيهم بشكل كبير. والله حاجات كتير غير التعليم والصحه والتصدير بالكلام، حتى ايفن على مستوى الفاميليا او البيرسونال والريكريشن الفسح والخروج والحاجات دي كلها، صح؟ هتلاقي ان مثلا ايه؟ حسبوها بارقام ان البادجت للاسره المصريه بتصرف من دخلها على الفسح والسفر والحاجات دي كلها 2.4 2.25 تقريبا او 2.3، يعني تقريبا 2.25 او 2.3% من دخلك الشهري بتصرف على المصاريف. 7% to 9% من دخلك الشهري بتصرف على السجاير. انا بتكلم على افريج اسره مصريه. فالناس بتصرف على السجاير 4 تايمز اللي بيصرفوها على الفسح والكلام ده كله. يعني معنى كده لو احنا قدرنا نمنع السجاير في مصر هنتفسح كم مره؟ ثلاث اضعاف زياده غير اللي احنا نتفسح. فاهم قصدي ازاي؟ يعني ممكن تقدر تسافر ثلاث سفريات كمان اكسترا اللي انت بتسافرهم. ممكن تخرج ثلاث خبرات اكسترا اللي انت بتخرجهم. يعني عايز اوضح لك ان احنا عندنا فكره المصاريف عندنا فكره مختلفه شويه. اوكي؟ طيب مين حسب معايا 10 اسباب انكريز البريفيلنس اوف نون كوميونيكابل ديزيز؟ يلا مين حسب معايا 10؟ ديموغرافيك ترانزيشنال ثيوري، ابيديميولوجيكال ترانزيشنال ثيوري، نيوتريشنال ترانزيشنال ثيوري. الاول ثلاثه، اربعه مالتي فاكتور ريسك فاكتور ممتازه، خمسه وسته مايجريشن من رورال تو ذا اوربن او انترناشونال كوميونيكيشن، سبعه انفايرمنت، ثمانيه وتسعه. ها 8 و9 difference of risk factors among time أو among countries. عشرة وأخيرا limited scientific research. سهل يا شباب. يبقى دي أول حاجة 10 أسباب بسبب اهتمامنا أو بسبب زيادة نسبة الـ non-communicable diseases هذه السنين في مصر عندنا أو في العالم عندنا. السؤال التاني what is the أو قبل بقول what is the prevention what is the rule؟ دورك إيه كدكتور في منع الـ non-communicable diseases؟ لو ساعدتك راجل طبيب في يوم من الايام دورك في النون كوميونيكابل بريفنتيف ولا كيوراتيف؟ دورك بريفنتيف ولا كيوراتيف؟ ده اول حصه احنا قلناها ان الطب حاجتين يا بريفنتيف يا كيوراتيف. فدورك كطبيب في النون كوميونيكابل ديزيزز از بريفنتيف او كيوراتيف. طب دورك كبريفنتيف تعمل لو انت دكتور في مستشفى اكس او في الوحده الصحيه واي، دورك تعمل ايه؟ واحد قبل ما تعمل هيلث ميديكيشن لازم تايدنتيفاي الريسك فاكتورز. راح واحد قال لي يا دكتور ما الريسك فاكتورز موجوده عندي في الكتب. قال ممكن اقولها له؟ لا انا قصدي ايدنتيفاي الريسك فاكتورز موجوده فين؟ في الجروب اللي انت مسؤول عنه، في الاريا اللي انت بتسولف، صح ولا لا؟ هو حضرتك لو في مدينه غربي صح ولا لا؟ يبقى كده ريسك فاكتورز والامراض اللي موجوده هنا غير اللي موجوده هنا.
خلي بالك الليسته كلها موجوده، بس قصدي اللي مشهور عندك هنا ايه او اللي مشهور عندك هنا ايه. انا ليه عايز اعرف المين ريسك فاكتورز الموجوده عندك عشان اركز عليها ما تضيعش مجهودك، صح ولا غلط؟ لو اقول لك ان عندك النهارده اربع مواد، ماده 300 ماده 300 ماده 300 ماده 20 درجه، هتعمل هو انت عندك الاربعه تنجح والاربعه تنجح فيها، بس ديفنتلي يور فوكس ويل بي على ايه؟ على الثلاثه دول. ليه مش الاربعه كلهم؟ في واحد بالظبط، فانت مجهودك لازم تركز على دول، دول هياخدوا منك مجهود قليل. فعشان كده منطقي في حياتنا فكره البريورتيز في حياتنا، احنا في حياتنا عندنا مشكله ليميت ريسورسز في حياتنا كلنا، صح؟ عندك مشكله في الوقت مهما كان يومك مد، بس عندك مشكله في الوقت، عندك مشكله في الفلوس مهما كنت غني ستيل عندك ليميت لغايه حد معين مش قادر تعمله، عندك مشكله في يور برين كابابيلتي انك انت مهما قعدت تحفظ بس جيت عند وقت خلاص صارك مانتال بلوك، عندك يعني قصدك عندك الميديتيشن في حاجات كده. فالذكاء في حياتنا فين؟ دي مش دلوقتي، انا بكلمك على مدار حياتكم دايما، انك انت على مدار حياتك انك انت هاو يوز ذا ريسورسز افيشنت، اقول لك المانجمنت مع بعض عندنا، يعني قصدي ازاي انك تستغل فكره البريود في ايدنتيفاي ريسك فاكتور. اثنين ايه بقى الايدنتيفيكيشن؟ خدت شويه قال لي دي مهمه. الايدنتيفيكيشن يا جماعه ايه بقى؟ ده ريسك فاكتور مش طبعا فاكتور. يعني انت انصحهم بقى يبطلوا سجاير، يخسوا، يبطلوا شيشه، وده بقى اللي انت في المجتمع عندك. وطبعا طبعا اهم حاجه في الايدنتيفيكيشن متعودين عليها اللي هي ايه؟ جود نيوتريشن. يبقى نيوتريشن انهم ياكلوا ايه وما ياكلوش. دايما العيان المصري جميل جدا، العيان المصري في كل كشف لازم يسالك اكل ايه وما اكلش، صح؟ انا فاكر ده سؤال لكل عيان، فدايما حضروا الاجابه لهذا السؤال. العيان جه في الليفر اشتكى في مرض بطنه، اشتكى في صباعه رجله وقع، يقول لك يا دكتور بعمل حاجه بشده، اديله كل الانستراكشنز. طب انت بتحب يعني اكل ايه وما اكلش؟ دايما العيان بيربط ان النيوتريشن از رول انترفنشن او كنترول اوف السيزون. فدورك ايه كده؟ هتعالج صح؟ الدياجنوز لازم يبقى ايه؟ يبقى قل الدياجنوز او قل الانتكشن. طب شخصت تريتمنت بقى عادي صح؟ ما عرفتش تعالج احتاج اعمل ايه؟ ريفيرال. ريفيرال ليه؟ بمستوى اعلى اخصائي استشاري، يعني قصدي لو في حاجات تعرف تعالجها او في حاجات متاحه اضطر ان احولها لحد اعلى عندنا. خلي بالكم ان في الكيوريتيف في النان كوميونيكابل مش هقولها في الكوميونيكابل قوي الفول اب. ليه مش هقولها في الكوميونيكابل قوي؟ لان امراض النان كوميونيكابل كلها امراض ايه؟ طبعا غالبا او طبعا تسميني عليها صح؟ معنى كده لازم اتابعه كل فتره، يعني مش هيجي لي فاكرين لما قلنا ابيزودك وكونتينوس مش هيجي لي في الاتاكس، ده هيتنيه يجي لي طول عمره. اوكي؟ فلازم اتابعه كل شويه. يبقى سؤال، انا لخصت الرول بتاع الدكتور في سؤال عشان نحفظهم مع بعض، ثلاثة بريفنتيف وثلاثة كيور. ايه الثلاثة البريفنتيف؟ ايدنتيفاي ريسك فاكتورز، ايدنتيفيكيشن، نيوتريشن. وايه الثلاثة الكيورتيف؟ ايرلي ديتكشن، تريتمنت او ريفيرال، اوكازين، البريفنشن. عايزين نحط مع بعض اوتلاين للبريفنشن اوف نان كوميونيكابل ديزيز. اول حصه قابلنا فيها زمان كلنا فاكرين الكلام ده، البريفنشن از 3 ليفل اللي هم برايمري اللي اسمه بريفنشن، سكندري اللي اسمه كنترول، والترشري اللي اسمه ايه؟ حد فاكر الفرق بين الثلاثه كده؟ بعد المرض ما حصل، بعد المرض ما حصل خلاص، يبقى ده الفرق بين الثلاثه عندك. يبقى قبل المرض ما يحصل، بعد المرض ما حصل، بعد الكومبليكيشن ما حصل، اتفقنا؟ يبقى ده برايمري سكند تيرش. انا عايز اسمع من حضراتكم هاو كان يو برايمري بريفنشن لنان كوميونيكابل ديزيز. طيب الجيرو سبيسيفيك انا هتفق معاك ان هم ينفعوا في الكوميونيكابل اكتر. ليه في الكوميونيكابل اكتر؟ بالظبط ما اعرفش السبب. فتعملوا فاكسين، تعملوا دواء، تعملوا حاجه. هنا البرايمري بريفنشن واضح جدا ان انا هعمل ايه؟ ممتاز 100%. اسم حضرتك ايه؟ محمد. ممتاز محمد. قال لي هعكس ريسك. فبالتالي انا كل دوري هاي نفس القصه اللي خدتها فوق، ان انا هديهم بقى هيلث اديوكيشن، ان انا اعكس الريسك فاكتور، اديهم نيوتريشنال كير اللي هو نفس الفكره اللي احنا قلناها فوق. ما عنديش حاجه غير ان انا اعكس الريسك فاكتور. خلي بالك انا دوري طيب، انت بتنصح بس، بتجايد بس، بتحاول تافويد بس. سمتايمز ممكن تبقى اجريسيف شويه، تعمل سم ليجستيشنز، بعض التشريعات.
هي الحكومه غيرنا هتدي نصايح وهعللك بوستر في الوقت الصحيه وهديك اعلانات في التلفزيونات وهنعمل الكلام ده كله. احنا هنبقى قاسي شويه، انا هحط شويه قوانين زي ايه؟ سجاير، منع السجاير في الاماكن المغلقه، سيفر منع الانجلس او الاكسنس على فكره باي ذا واي او قللها، خليني اقول كده، يعني قصدي ناخد سم ليجيستريشن اتفقنا؟ يبقى دي فكره البرايمري بيرمنت. السكند ما فيهوش مشكله، يعني ايه السكند دي؟ اللي هو الكنترول اللي هو عباره عن السكند اللي هو الكنترول عباره عن لسه قايل لي قال لي تشر مش مشكله. طب تشر يعني ايه؟ يعني ايه انت هنا تخش تتعامل مع الكونفيشن صح؟ تتعامل مع ديس ابيليتي ربنا يكفينا ويكفيكم شر الاعاقه. يعني ايه ديس ابيليتي؟ يعني ايه ديسيبل بيرسون؟ حد يقول لي باي ديفينيشن معناه ايه؟ مش عارف يمارس النورمال لايف. مش عارف يمارس النورمال لايف. انا جدي رحمه الله في اواخر سنينه ما كانش بيقدر يمارس النورمال لايف. اي شكل؟ لانه كان طبيعي سنه ما كانش يقدر يمارس النورمال لايف. يبقى هو مش الشخص اللي مش قادر يمارس النور ده لوس اوف فانكشن. اللوس اوف فانكشن مش شرط، مش لازم تثبت. خلينا اتفق معاك على ديفينيشن سهل. هو الشخص اللي ما يقدرش يعمل حاجه اللي في سنه يقدر يعملها. تاني يعني لو راجل عجوز قال لك مش قادر اطلع السلم ده طبيعي ده مش ديسيبل. لكن شاب عنده 20 سنه مش قادر يطلع السلم يبقى ده ديسيبل. فلذلك الديسابيليتي بيرسون او ديسابيليتي انا مش مهم مش مهم الكلام ده عليكم بس انا بس بوصفها لكم كونسبت. طب كلمه ريهابيليتيشن معناها ايه؟ دي حاجه والاهم من كده من ناحيه الديسابيليتي زياده الاهم من كده ايه؟ هتخلي العيان يكون مع الديسابيليتي اللي عنده صح ولا لا؟ انا قلت لكم الاكزامبل ده قبل كده لما اعمل ميديكال ريهابيليتيشن واعمل له رجل صناعيه لواحد رجله مقطوع هل الرجل الصناعيه هيقوم يلعب بيها ماتش كوره؟ امال ايه؟ يروح الحمام يتحرك في البيت لوحده ينزل لوحده يعني يحس ان هو اندبندنت بس مش عارف اكتر من كده. هو الراجل اللي قدامه باظت وحصل له ديفنس وركبت له سماعه خارجيه في ودانه هل رجع يسمع بقى وبقت ودانه موسيقيه وبيسمع كل حاجه؟ لا بس يحس على الاقل في ايه؟ دوشه حواليه ان حد بينادي عليه انه بيسمع الناس اللي حواليه. يبقى فكره الميديكال ريهابيليتيشن ان انا بخلي العيان يكون مع الاسئله اللي موجوده عنده. سوشيال او ممكن تبقى سوشيال اشوف لهم سوشيال وجوب. اقول لكم اكزامبل اللي حصل في اليابان، اليابان لسه متقدمه بشكل كبير قوي قوي قوي. اليابان عملوا ايه؟ عارفين اطفال المونجوليزم؟ داون سندروم، ايه مشكله اطفال المونجوليزم؟ انه المنتال فانكشن بتاعته متاخره عن الايه؟ عن الفيز عن ايش؟ فتلاقي ان الراجل عنده 15 سنه وبيفكر في كونسيبت طفل عنده ايه؟ 6 7 سنين؟ طب قصدي يبقى شاب كبير قدامك بيتكلم فده بتخاف عليه ينزل شعر لوحده بتخاف عليه يعمل حاجه بتخاف عليه ما بيكملوش تعليم وما بيكملوش حياه عموما. عملوا ايه؟ اكتشفوا حاجه جابوها لدراسه عملوها الدراسه دي من فتره طويله لقوا ان عارفين علبه الدواء اللي بتجيلك تحت الكحه ازازه الدواء بتاعت اي ازازه دواء بيجيلك ازازه الدواء وحواليها البامفلت بتاعت الادويه والعلبه. لو قلت لحضرتك او حضرتك او انا او اي حد تعالى اشتغل الشغلانه دي الشغلانه سهله جدا هجيب علبه وحط الورقه هلفها من الازازه وحط الازازه في العلبه واقفلها. ايه رايك في الشغلانه دي؟ سهله جدا سهله جدا. لقوا ان لما لقوا كميه الايرورز اللي بتطلع كده ليه؟ ممله. انت الهيومن بيهيفير مع الوقت بيمل ان يعمل نفس الحاجه متكرره. لكن لما عمل دراسه على المونجوليزم اكتشفوا ان الشغلانه دي بالنسبه لهم از ايه؟ لعبه. والطفل لو بيلعب بحاجه لو لعب 100 مره ما بيزهقش. اخد العيال ودوه الملاهي يطلع اللعبه 50 مره وينزل يقول لك انت ما لعبتهاش حاجه النهارده ما يزهقش. الطفل ما يزهقش يعني تبقى انت صحتك استنفذت وخلصت ويقول لك انت عمرك في حياتك ما لعبتها القصه دي خالص. فلذلك البوينت ايه؟ لو ان الاطفال بينجوي اللعب وات ايفر النمبر اوف جيمز اللي لعبوها ما بيزهقوش ابدا. فقلت لما ناخد الاطفال المونجوليزم ونشغلهم بالشغلانه دي استفادوا ايه؟ حسسوا المونجوليزم هو بيعمل حاجه وانه بيشتغل لابس يونيفورم وانه بيشتغل وفي نفس الوقت هو كصاحب مصنع استفاد خد مساحه ارخص مثلا امريكا اكزامبل والبرفورمانس بتاعه او الاند برودكت بتاعه طلع ايه؟ احسن. يعني قصدي انشن على فكره سبحان الله بجد ربنا عادل في خلقه ان اللي عنده منتال او اللي عنده فيزيكال ديسابيليتي اللي فيه فيزيكال ايه؟ ذكي جدا اسف منتال ذكي جدا يعني تلاقي اللي عنده اعاقه في رجله او في ايده او وات ايفر تلاقيه ذكي جدا. طب ايه اللي انا شغاله حاجات كمبيوتر او حاجات اناليسيز او وات ايفر استغل البرين اكتيفيتي واضح؟ سهلة؟
طبعا دي ميديكال سوشيال طبعا سايكولوجي قلنا قبل كده ليه والعيله الحمد ربنا انا خدت ايه النهارده غير دلوقتي عشان ما تروحش من بعض خدنا اسباب النون كوميونيكابل ديزيز دي خدنا الرول بتاع الدكتور في النون كوميونيكابل ديزيز بيعمل ايه بالبنت فاكر وخدنا الاوتلاين بتاعنا اللي هو برايمري سكندري تيرشري بريفنشن في النون كوميونيكابل ديزيز هبدا باول موضوع اللي هو ايه بصوا على السبوره نبدا باول موضوع اللي هو ايه السي اتش دي اللي هو البرايمري هارت ديزيز نظري من طبعا مش فاكر كده نظري مرضي ثلاث كيلو كده نظري مرضي ثلاث كيلو كده نظري مرضي كورونري هارت ديزيز نظري مهم جدا 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 ودي اخر اللقاء الصحيه في المنهج من اهم الموضوعات في المنهج اللي هو الكورونري هارت ديزيز كورونري هارت ديزيز من اهم الموضوعات في المنهج لن تكون مبالغ لو قلت لن تمر سنه رابعه هذا العام ان شاء الله من غير ما يجي سؤال كورونري يا اما في احد الراوندات يا اما في امتحان الفاينل باذن الله كانت الاسئله المهمه جدا تقريبا ما فيش سنه بتعدي من غير سؤال السؤال ده مهم قوي لان الفيرست كوز اوف ديث في العالم كله عندنا لو بصينا على السبوره واتس مينت باي اسكيميك يعني ايه اسكيميك حد يقول يعني ايه اسكيميك مش سكر البلاس اوف لايف قليل بص معايا ده الهارت ده الكل الهارت از اورجن بيشتغل بالمنكبه اللي هي المصل بتاع الطرف عشان بتسبلاي الدم للجسم كله الراجل اللي بيخبز عيش من حقه بيخس صح ولا غلط الهارت اللي بيسبلاي الجسم كله بالبلاد من حقه ياخد بلاد سبلاي ثرو لي كود ممكن اسالك سؤال عشان القلب يؤدي الفانكشن بتاعته كويس لابد ان يكون الكورونري يوصل له دم كويس منطقي حضرتك لو مش بتاكل كويس مش هتشتغل استنى السؤال لو البلد سبلاي اللي واصل من الكورونري للقلب مش كفايه فالقلب هيعاني من قصور فالفانكشن بتاعته هتقل صح وده اسمه الاسكيميا او الاسكيميك بروبلم سؤال لما حصل التست ده انا بحكي لكم عليه ليه البلد سبلاي اللي واصل من الكورونري للقلب مش كفايه حد يقول السبب فيه في الكورونري ولا في القلب طب ايه مشكله الكورونري المهم ان الكورونري كطريق مسدود او ضيق طب ايه مشكله الكومبريشن مش اسمه صوت هاد فارير خليني اقول اللي حصل هايبرتنشن هايبرتنشن يعني قصدي ان احتياجات القلب زادت والكورونري كويس بابا كل يوم وانا نازل الصبح بيديني 10 جنيه مصروف مش مشكله المشكله حصلت فين؟ لما بابا اداني 5 جنيه او احتياجاتي بقت 20 جنيه مش دي المشكله؟ لكن لو انا بابا بيديني 10 زي ما هو وانا محتاج 10 زي ما هي ما عنديش مشكله فالمشكله يا اما الدم اللي واصل قليل يا اما احتياجات القلب ايه؟ زادت بيني وبينكم مين اشهر في القصه؟ بابا عشان كده الكورونري يسموها ايه؟ كورونري عشان كده سموا المرض كورونري هارت ديزيز خلينا نسيب لكم جمله على السطر الكورونري هارت ديزيز اشهر مصيبه في الدنيا بتعمله والقاتل وايه؟ از ذا مين ريسك فاكتورز للسيتشري حد متفق معايا الكلمه دي؟ ان اشهر حاجه في العالم على الاطلاق بتعمل كورونري هارت ديزيز هو الاثيروسكلروسس ليس الاسبازم ولا الثرومباي ولا الامبوليزم الكورونري اثيروسكلروسس ولكن انفورتنتلي ان الاثيروسكلروسس الريت اللي بيحصل بيه از انون مش معروف صح هو طبيعي يبقى عندنا اثيروسكلروسس طبيعي عبر السنين منطقي مع تقدم السن بيحصل ترسب في لول المنطقي ان اللول اللي كان انت ما كانت سموث مع الوقت تبقى شويه رفنس شويه بليتس اجريجيشن يعني طبيعي ان الفيسيولوجيكال فانكشن بتاعتنا مع تقدم السن هتبقى امبيرد فيبدا يحصل اثيروسكلروز بس السؤال لو اليومين بتاعي كده الاثيروسكلروز هيعمل في ايه؟ هيضيقه الخوف لو ضيقه ات سيرتن ليفل يبدا البلاد سبلاي يتاثر في عيني يجيله شيست بين اي قلبي صح؟ ما يبقاش شيست بين لكن بنسميه انجينا المصيبه لو اتاثر اكتر
ووصل للسيجنيفيكانت ليفل اوف ناروين قد يؤدي الى دف في حته المايوكارديوم اللي سبلايد بالبرانشيال which is brain function ممتاز which is fetal or not حسب ايه بالضبط حسب البرانشيال اللي اتاثر ده بيسبلاي قد ايه في الهارت ده ممكن لو برانش مهم بيسبلاي حته مهمه يعمل صدم ايه دف يعني ممكن ساعتها بالسكته القلبيه لما ساعتها طب ممكن يبقى برانش صغير يسبلاي حته صغيره قد ايه في الهارت تاثر لك في الاي سي جي طول عمره لكن انا عايش بيها ايه نورمال وبعدين بريكوشن يبقى حسب اللي اتاثر بيها فلذلك الجهد بتقول لي ان الاثيروسكلروزيس هي المين ريسك فاكتور في سي اتش دي لكن للاسف اوف ان نون ايتيولوجي راكنا هنبص مع بعض على السبوره ونقول ايه اسباب السي اتش دي اسباب انا قصدي بيها ريسك ايه فاكتورز يبقى قصدي بيها ريسك فاكتورز هقسمها الى اربعه ريسك فاكتورز هوست فاكتور او بيسموها بلازما حاجات فيه انا او حاجات في اللايف ستايل او امراض ريليتد ديزيزز ريليتد او ادرس او مايكرو سيبوا الورق وبصوا معايا الصبور عندي اربع مجموعات انا بحاول قدر الاستطاعه ارتب الحاجات معاكم عشان تحاولوا تحفظوها بسيكونس موجود عندي اربع حاجات بيأثروا في السي اتش دي او بيسببوا سي اتش دي او يعتبروا ريسك فاكتورز للكورونري هارت ديزيز ايه الاربعه واحد اكس بوزيتيف فاكتورز او باسيف فاكتورز اثنين ذا لايف ستايل ثلاثه ديزيز ريليتد اربعه ماينور او اكس بصوا معايا هنحفظ مع بعض ريسك فاكتور ثلاثه من غير ما نساهم ايج سكس فاميليا لما اجي في الهايبرتنشن اقول لك بوزيتيف فاكتور هتقول لي ايج سكس فاميليا لما اجي في الهايبر دايبيتس تقول لي ايه 6 فاميليا لما اجي في الكانسر في الاوستيوروز تلاقي حاجه تقول لي ايه 6 فاميليا واضح؟ دول ثوابت في كل لايست فاكتور هزود عليهم حاجه رابعه بيرسونال او بيرسونالتي تايم هنشرح الكلام ده كله مع بعض خليني بس احفظ الايتمز عشان ده الفوكس بتاعي الاساسي والديسكربشن هتفهموا مني او تقروه مفيش مشكله بس نحفظ مع بعض اي فوكسنج احنا نحفظ العناوين الرئيسيه والسبعه عشان ده الاهم طيب اللايف ستايل اللايف ستايل برضه أربعة كل اثنين مع بعض دايت وفيزيكال ان اكتيفيتي ان اكتيفيتي يعني قصدي واحد بيلخبط في اكله ما بيعرفش بيعمل طبعا السموكينج معاها مين؟ الكحول اوكي الديزيز برضه أربعة كل اثنين مع بعض هايبرتنشن وقلنا الهايبرتنشن دائما وابدا مرتبط بمين؟ بالدايابيتس ميليتس في عندنا هايبر ليبيديميا او هايبر كوليسترينيميا والاوبيستي انا شايف انهم نفس المعنى صح؟ ماشي او قصدي يعني نفس الكونسبت ان الاثنين واحد بياكل كتير بيلخبط في اكله فبقى تخين وعنده ليبيدس عاليه في جسمه الحاجات الماينور بقى زي اورتيك ستينوزيس جاوز مش كل الحاجات الماينور او الحاجات الاذرز دول تاني هناخد مع بعض اسباب النان كوميونيكابل ديزيزز اللي هو اول واحد الكورنري هارت ديزيز الريسك فاكتورز اربع مجموعات الاربع مجموعات نحفظ التقسيمه وبعدين نشرحها مع حضراتكم يلا نحفظ التقسيمه هوست فاكتور لايف ستايل ديزيز ريليتد وأدرس الهوست فاكتور أربعة أول ثلاثة منطقيين إيج سكس فاميليا زودنا بيرسونال تايم اللايف ستايل أربعة اللي هم مين؟ هايبرتنشن وديابيتس وليبيديميا أي يا جماعة اللايف ستايل صح صح منطقي صح كويس أنتوا كده مركزين أنا منطقي اللي كنتوا مركزين يبقى اللايف ستايل أربعة اللي هم إيه؟ دايت فيزيكال أكتيفيتي سموكينج ألكوليزم ديزيز ريليتد هايبرتنشن 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 اوكي اما هايبرتنشن 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 وبعدين الحاجه الاخيره الاورتيك ستينوزس الجاوب هو ده من الحاجات اللي اتفقنا نشرحهم واحده واحده حضراتكم هتشرحوا لي مش انا اللي هشرح انا قلت التقسيمه وحفظتها لكم حضراتكم هتشرحوا لي يلا ايه ايه ويتش ايج اوكي 50 سنه ليه ليه فوق 40 او 50 سنه؟ فانا جاوب فاينل
اي حد. السن الكبير دايما عشان قلنا قبل كده ان الريسك فاكتورز از ايه؟ يعني ما بيكونش ريسك سجاير اكتر، بيكون ضرر وريسك اكتر من دول، اكتر ريسك. وفي امتحان النهارده؟ كان لسه جاي لهم امتحان النهارده؟ عايز اقول حاجه، الناس طبعا من امبارح بيضغطوا عليا ان انا اجي يوم السبت. يوم السبت وكلمت محمد كتير، محمد طول الليل يكلمني. السبت اللي هو السبت بعد بكره هو اجازه راس السنه. لا لا بالرغم انا بتكلم مع الكوميدي، فضغطوا عليا الناس من امبارح لغايه النهارده، بس للاسف كل محاولات الضغط فشلت. فمش هناخد يوم السبت. للاسف كل محاولات الضغط فشلت. لكن الجود نيوز ان شاء الله هديك يوم الحد الصبح على 7 مدينة الثلاث خلاص كده؟ يبقى نيجي الحد ان شاء الله، بس الحد هضطر امشي 9 يعني هضطر اخلص 9 معلش هضطر اخلص 9 كل مره بتخلص منها الراوند على طول. يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله هناخد حد ثلاث اربع خميس سبت. لا الحد ده الحد مش زي الفاضل، بس هنفضل نتواصل هنفضل حد نفضل نتواصل عشان افوت مواعيد الظهر، لان الظهر بتبقى حصه الصبح وحصه الظهر فهيموت الريكوردنج عليك وقت. فالقوم يا بس ان انا احاول ان تبقى ما يبقاش الصبح، فخلينا ان شاء الله فنكست ويك ان شاء الله. فانا بعتذر بس عن يوم السبت، انا اسف جدا عن يوم السبت، لاني انا كل الناس اللي كلموني وكلموا محمد انا عارف قد ايه انتوا ضغطتوا عليا، بس انا رافض هذه القصه دي. فمعلش يوم اجازه اصلا ما ينفعش ننزل يوم اجازه والناس قاعده في بيتها، يعني حتى نحس بالاجازه. وبعدين حتى احنا مش عارف احنا مظلومين في الاجازات، انا مظلومين جدا في الاجازات. العيد و6 اكتوبر والكلام ده كله حطوه في يومين، واجازه راس السنه جايه يوم الجمعه يوم السبت، يعني مش ممكن كده يعني. ده سؤال مهم جدا، الحد ولا الثلاث؟ الحد طبعا بتتكلم فين؟ الحد الامتحان في اول حصه في الاسبوع، الامتحان في اول حصه في الاسبوع، لان حضرتك معاك خميس وجمعه وسبت. خميس النهارده لسه بقيت اليوم، وانت حضرتك قاعد بتذاكر فيه، والسبت حضرتك قاعد في البيت من الصبح، هتفطر في البيت وتقعد طول اليوم تعمل ايه؟ تقعد فاضي تعمل ايه؟ انا مش عايز اسيب لك اوقات فراغ عشان ما تنحرفوش، انا عارف لان انا لو سبت انا عارف انا عايز اتغير سلوكه، ما ينفعش اسيبكم قاعدين فاضيين في البيت. فالامتحان من حقك. ثانك يو انك انت اثرت هذه النقطه عشان الناس تاخد بالها. اوكي؟ بحبوك قوي كنت فاهم. يخلص بجد معلش انا عارف من ربط القفص، كلنا ربط القفص، نخلص من ان شاء الله. يلا الايج خلاص قلنا الايج، ولكن انا عايز اقول على حاجه، رغم ان الايج فوق سن ال 40 او ال 50، لكن هذا لا يمنع انه ظهر في سن 20 سنه. انت مش عايز اقول لكم على حاجه، في ريكورد السيسس بتاعت عندها 13 سنه. يلا ليه؟ بس دي كانت اكسبشن، عارفين ليه؟ بالظبط دي كانت حاجه فاميليا. حاجه فاميليا الهايبر الجريمي كانت لابس عندها في السماء، ودي كانت بس يوجوالي الكيس بتبقى فوق ال 40 وفوق ال 50. السؤال هل ممكن اشوفها في سن اصغر؟ واي؟ اظن المصيبه دي بقت عندنا اكثر دلوقتي. السكس مين عرضه اكثر الامراض؟ الرجاله ولا الستات؟ طب ليه الرجاله اكثر؟ والله يا سيدي بنت اقول لك حاجه، الريسك فاكتورز بقت مشتركه في الرجاله والستات دلوقتي. عشان الاستروجين. ممتازين. عشان الاستروجين بروتكشن في الفيميلز، وده هقول لك معلومه عشان تتاكدي من هذه المعلومه، نسبه الرجاله للستات في الكورونري هارت ديزيز 10 لواحد. لغايه المينيبوز تبقى 4 لواحد. عند سن ال 60 تبقى 1 لواحد. مما يدل ان القصه كانت استروجين ايه؟ بروتكشن. يبقى القصه بتبقى 10 تو 1 بتقل، يعني كده بتقل يعني قصدي ستيب مورس سيرتو لغايه ما تبقى ده سيم عند سن ال 60، يبقى القصه كانت استروجين بروتكشن.
طب ايه فبيه؟ ليه الاب اللي عنده كورونا ليه؟ ابنه عنده كورونا ليه؟ العكس عنده كورونا ليه؟ ليه الموضوع في عنس الفاميلز؟ مش بس في الكورونا حتى في الهايبرتنشن والدايبيتس. ليه؟ دايما الفاميليا وراها سببين، يا اما تو جينيتك فاكتور يا اما شيرنج ايه؟ شيرنج لايف ستايل. خلي بالكم ان الاب اللي اتولد او الاب اللي عايش في حياته اكله ملخبط ما بيلعبش رياضه بيشرب سجاير بيشرب الكوليزم غالبا جدا هيمشي بنفس اللايف ستايل. صح ولا غلط؟ ما احنا غالبا في كل عائلاتنا كل ليله ليها ذا سيم لايف ستايل، بس شيرنج ذا سيم لايف ستايل. فلما دايما اسالك ليه في فيميليا تندنسي في المرض؟ هتقول لي اما تو جينيتك فاكتور فاهم في الخزومة الابنورمالتي او وات ايفر او شيرنج ذا سيم لايف ستايل. طب احنا بس واحده تانيه، انا عندي تو تايبس اوف بيرسوناليتي او تو مين تايبس اوف بيرسوناليتي، تايب اي بيرسوناليتي وتايب تايب اي هو انسان كومبيتيتيف عنده تايم ارجنسي، عارف بالعربي شال الدنيا كلها على كتفه. يا ترى لما اتخرج هشتغل ولا مش هشتغل؟ هتعين في القصرين ولا مش هتعين؟ هخلص الماستر في كام سنه؟ طب هجيب فلوس كام؟ هتجوز من عندي كام سنه؟ هجيب كام ولد وكام بنت؟ هجيب عربيه كده شكلها ايه؟ قاعد بيخطط طول ما هو قاعد نايم صاحي بيفكر. طيب مين؟ انسان كام تماما. دول على فكره احنا ما بنتكلمش. احنا في حاله الاسبوع الجاي. طب ما ايه المشكله؟ ما جبناش الكتب لازم نجيبها. طبعا طلب الطب كلنا طبعا كلنا غالبا غالبا بنبقى ايه؟ طيب الدراسات اثبتت ان تايب اي از مور سسبتبل توايس تو ثري تايمز ذان تايب بي كرايم بارس. اوكي طبعا تايب اي على فكره التايب اي مش يعني فيها جريدز يعني في تايب اي جريدز. انا كان عندي طبعا ايه في الكليه طبعا كل الناس ايه وقلقانين والكلام ده بس طبعا طبيعي الكليه بتدينا حتى اللي داخل الكليه بيه بنحول الى ايه. كان عندي تو اكزامبل لواحد صاحبي او دفعتي وصديقي هو دلوقتي راجل كباره يعني تايب بي جدا جدا عارف بقى تايب بي من بلادي كنا احنا خامسين وخايف على التقدير وخايف على الدرجات. هو كان من الاوائل برضه كان من الشطار بس كان الدنيا مبسطه تماما تماما. اكلمه طبعا كان جاري فطبعا كان كنا بنروح مع بعض بيجي مع بعض عارف فقط يعني عارف بقى انفعالاتك ما قبل الراوندات وانت مش مخلص وناسي والكلام ده كله واخد الامور ببساطه شديده تماما. اكلمه نازل يجيب حاجات يعني واخد الدنيا كلها بمزاجه. فرحت زرته في البيت من احد طبعا صاحبنا واقف في الكليه زرته في البيت فاكتشفت ان بوابته طيب بيه تماما والبيت عليه سكينه وهدوء تماما تماما واخدين الموضوع يعني لكل عيله كلها. فكان كل التنصيب بتاعي لما يتجوز هيعمل يعني كان كل كوزين لما نتجوز لما اتخرج ويتجوز عامل حضرت جوازه وبعدين شفت ان مراته تايب بي. انا طبعا ما تابعتوش للامانه يعني ما اعرفش متابع احداثه بس ما اعرفش ولاده بقى شكلهم ايه. اصل حد من ولاده ايه هينتحر يعني عارف مش عارف الدنيا. وبعدين الفكره في حاجه ان الراجل حتى ما عندوش طموح يعني حتى لما جاي نشتغل ما عندوش طموح انه يشتغل كتير يعني حاسس ان هو بروح القصرين الصبح بروح الدور لازم يروح الغدا والداخل ما ينفعش يكسيد الساعه 9 او 10 بالليل بره البيت لان حاسس الدنيا بالنسبه له مش مستاهله ولازم ياخد نبطشيه اوفر نايت لازم يبهدل نفسه مش شايف ان في اي داعي لان يتصل. فايز تايب اي اند تايب بي بس على فكره مش مايك تايب ان كان بي تشينج ات بس هي دي بتحاول ايه الكليه. عايز اقول لك حاجه ان انا غير بيرسوناليتي تايبنج لا بس كان موديفايد صح ولا لا؟ ودي اللي يعني ما ينفعش انك انت تجيب واحد تايب اي كلاسيكال وتحوله يبقى تايب بي مستحيل. لكن ممكن اهدي الرسم بتاعه. وما ينفعش تجيب واحد تايب بي كلاسيكال قوي وتزود سرعته والا هيتقطع منك فاهم ازاي؟ لكن ممكن تحسنه شويه. دراسه البيرسونال تايبنج دي على فكره مهمه جدا. انا عندي انترستنج ليكتشر بجد ليكوا انتوا بس بعد ما تخلصوا السنه ان شاء الله باذن الله. دي سمثينج فور انترست مش حاجه للامتحان خالص. ان بس مش تقسيمه دي تقسيمه ثانيه. اللي هي بنعمل مع بعض بس بنقعد اراوند 4 تو 5 اورز ليكتشر كده 4 تو 5 اورز بس هو ليكتشر اتس ورك شوب بنعمله مع بعض كده. ان انا بوزع عليكم الكوشنير في موبايل عامل فايبريشن ده بتاعي انا وانا عامل دوشه ايه اللي بيصير من الصوت ولا مكتبه
خلاص تمام خلاص تمام. فبقول لك انا زي ورك شوب كده بديك نمبر اوف كويشنز مش امتحان يعني قصدي انا لسه في يور بيرسوناليتي وبعدين كل واحد يقدر يحدد يور بيرسوناليتي بتفهم مش هطلب منك نتيجه يعني قصدي ايه هقول الناس الاس يعني ليها كده كراتيريا معينه يبقوا عارفين نفسهم فانا بتكلم عليهم بغض النظر مش لازم تقول لزمايلك انت ايه هي الفكره عندنا في البيرسوناليتي ده بيشتغل معاك هل مفيده في حياتنا او لا عارف مشاكلنا في حياتنا ايه مش نوت اور بيرسوناليتي لا لانك انت يو ماست اكسبت ذا اذرز از ات از بس يو اندرستاند وات از اذرز يعني هي الفكره في ايه هو الفكره دايما انك انت بتتخانق مع اللي قدامك عشان انت شايف من وجهه نظر وشايف من وجهه نظر ثانيه خالص فانتوا بتديبيت مع بعض وانتوا في الاخر واحد صح بس مش فاهمين كل واحد صح فالفكره ان انتوا اكسبت الاذرز عايز اقول لكم بجد بجد الاكسرسايز ده بيتعمل فيه بتعمل ان في ناس ما تبقاش ماتشنج مع بعض في ناس ما تبقاش ماتشنج مع بعض خالص بمعنى حتى في الجواز بتلاقي ان في جوازات معينه بتفشل بسبب اختلاف الايه لان في بيرسونتس عكس بعض ما ينفعش يتجوزوا تماما اوكي وما ينفعش على فكره باي ذا واي ما ينفعش السيم بيرسونتي يتجوز بعض كده قالوا انا مش عارف بقى التفاصيل دلوقتي بس الاكسرسايز انترستنج هنعمله يعني مثلا في بعض الشخصيات بتبقى دوميننت ما ينفعش اثنين يبقوا دوميننت لو الزوج والزوجه دوميننت الجواز هتفشل فشل الاثنين ده وما ينفعش يبقى الاثنين سنسيتيف في فرق شخصيات سنسيتيف لو الاثنين سنسيتيف العلاقه هتفشل ليه علاقه هتفشل؟ واحد بيجي جنبه بيزعل صح ولا لا؟ فلو واحد كل واحد فيهم يعدي جنب الثاني هيزعل مش هيكلمهم انا قصدي على فكره بتاخدوها تهريج بس السوسي هي الفكره في حاجه طب وات از لو انا وقعت في السيتويشن دي اعمل ايه؟ يو ماست اندرستاند ذا ابس فكر كده فاهم ان في شخصيات ثانيه غيرك بتفكر بالشكل ده لو عرفت اللي قصادك بيفكر ازاي انت حليت 70% من الشغل فاهم ازاي فبالتالي هتاخده بالبرسبشن بتاعك مش بالبرسبشن بتاعك يعني انا شايف كذا مش انت شايف هو كمان شايف فلو فهمت هو شايفك ازاي هتحل 70% من المشكله على فكره بيكس توبك از انترستنج جدا ان شاء الله باذن الله ممكن نتقابل كده في يوم كده براحتنا خالص نقعد كده مثلا بياخد حوالي 4 ل 5 ساعات ديسك وتشوف بقى نفسك بعدين كنت تدور على عروسه تقول لها وريني بقى الاجهزه دي كده انا اول الدنيا بتاعتك هو ممكن يظهر لك النتيجه تحل لو عارفه تحل القياس ده تحله لك اوكي طيب ايه اللي في الاكل يعمل كوري هارد ديسك ايه اللي في الاكل يعمل كوري هارد ديسك فاس الزيت والسمنة الكلام ده كله اس كلام جنرال خلينا نتكلم عن فاتس از ساتوريتد فاتي اسيد وان ساتوريتد فاتي اسيد تيجي نشوف الاثنين بص معايا السمنة ايه الاورجان ده؟ صح 100% ثانك يو ثانك يو ثانك يو اسم حضرتك ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ ممتازه 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 ايه ده؟ ممتاز عرفت ازاي؟ عشان ايه؟ لون احمر هاي عشان لون احمر صح كده؟ على فكره وذ تايم بجد انا مبسوط جدا منكم ان كنتوا عارفين لسه فاكرين الاناتومي دي مهمه قوي قوي اصل لازم ترفرش يعني حاول ريفرش يور ميموري عشان ده اناتومي الفكره عشان كل 10 ده ليه بقى ده بلاد سبلاي دي مهمه قوي اوكي؟ والله انا مش عارف بفكر السنه الجايه اعمل بس مش عارف هلحق السنه دي ولا لا اعمل كتاب دايجرافيكس عجبني اول فكره بصراحه يعني اصل لقيت ان الرسومات بتاعتي حلوه والناس بتفهمها فبفكر اعمل كتاب ديجرام السنه الجايه مش عارف لسه يعني ما اعرفش السنه دي غالبا مش هلحق لان طبعا الحاجات دي محتاجه تركيز و عارف الفنان بيبقى ليه بصوا معايا لو انت اكلت اكل يوم الايام الليفر وان اوف ذا ستورج هبقى ليك اكزامبل وان اوف ذا ستورج اوف فاتس جوه جسم حضرتك لو انت واكل كميه فاتس كتيره هيطلع من الدم يتخزن فيه طب لو انت صايم ومحتاج فاتس هيطلع من الدم ستور دور من الماكل ده يخزن فيه فلوسي هيطلع من الليفر على البلاد فيسل صح معنى كده ان في عندك اتجاه من الفاتس خارج من البلاد فيسل يتخزن في الليفر وبيطلع من الليفر للبلاد فيسل مين بيمشي اسرع ده ولا ده؟ حسب احتياجك لو انت محتاج ولا انت عندك زياده صح ولا غلط؟ طيب اللي بيمشي اللي بيساعد ده از اتش دي ال
فاكرين هاي دينستي ديبوكوسي وده اللي هو اسمه اختصار اوكي او صاحبه بي اللي هو زي لو ال اتش دي ال ده موجود في الان ساتوريتد فاتي اسيد اللي هو الزيت الزيوت ال اتش دي ال ال دي ال موجود في ساتوريتد فاتي اسيد اللي هو بسمبلي العربي اللي احنا اتفقنا ان one of the ways هيشتغل اكتر من كده. لو حضرتك بتاكل unsaturated fatty acids كتيرة دي حاجة مفيدة ولا حاجة عشان ال HDL لو زاد الحاجة كويسة دي حاجة كويسة خدين الفات في الليفر. طب خلينا ناخدها بالعكس، لو حضرتك ده زاد اكتر من الطبيعي، يعني كانت سنة كده قوي فتزاد اكتر من الطبيعي، كون ده يزيد اكتر من الطبيعي معناه انك انت بتاخد الفات اللي عندك بتوديها على البلاد، ودي حاجه مش محبذة بالنسبه لي. مش محبذة بالنسبه لي اصل وجود الفات في البلاد فيسل لمده اكبر والكميات اكبر هتساعد مشكله الاكل. وايه طيب ممكن اكتب ايكويشن اللي كان شاطر في الماث كمان، لو زاد الليفل بتاع ال اتش دي ال الليفل بتاع ال دي ال اخباره ايه؟ الكورن هاب دي اخباره الكورن سي اتش دي ال ولا زيد؟ طب حد يكمل لي الايكويشن الثانيه، لو زاد ال ال دي ال هيحصل ايه في ال اتش دي ال؟ هيحصل ايه في الكورونا ديزيز؟ فهمت التو ايكويشنز؟ فانا عايز اوضح لغايه النهارده ان قصه الفاتس هي مش قصه فاتس عموما، هي قصه ساكريت فاتي اسيدز. عشان كده دايما بننصح الناس ان هم يزودوا بالذات في الزيوت المفيده قوي زيت الزيتون. اوكي؟ اللي هو في اوميجا او اوميجا زون. اوكي؟ يبقى ده زيت الزيتون عشان ده ليفل بتاع ال HDL فيه عالي صح ولا غلط؟ وبالتالي بيزود او بيقلل الكوبريت بتاعك الكورونري هارد ديزيز عندك. وده الكونسبت اللي احنا بنسمع ماما دايما في البيت بتقول كلمه الاول مره نفهمها النهارده، بتقول لك احنا بنعمل اكلنا بزيت مش بسمنه عشان ابوك عنده بقى. صح؟ فهمت ماما قصدها ايه بقى؟ يعني ماما فاهمه كويس قوي ال دي ال اتش دي ال وعارفه ان الزيت يرفع اتش دي ال. مره بقول لهم كده البنت قالت لي بنت عندنا بتقول لا ساكنه في البيت ماما بتقول لنا احنا بنعمل اكلنا بسمنه مش بزيت عشان ابوك عنده بقى. حسب كيف كلهم يعني حسب كيف كلهم الانجليشن بتاعت ماما وهي بتختار بقى ويتش انجليشن هي ناويه، يعني في الاخر بابا عنده ده، يعني في الاخر بابا عنده ده. اوكي؟ يبقى تاني لو بتكلم على الفاتس لو بتكلم على الدايت صوم، خلينا نشوف السؤال بقى النهارده، ايه الاكل اللي يزود الكروني هارت؟ الساتوريتد فاتي اسيدز زياده الكربوهيدرات عموما عشان تعمل لك كمان شويه ايه؟ اوبيزيتي، الناس اللي بتاكل سكر وبتاكل حلويات كده جدا. العكس ايه الاكل اللي بيحميني من كرايم هارت ديزيز؟ الانساتوريتد فاتي اسيدز المارين فيش الاسماك والحاجات دي كلها. عايز اقول لكم حاجه بس لمعلوماتكم، عارفين اكثر الاسماك اللي بتبقى مفيده في الانساتوريتد فاتي اسيدز؟ الاسماك البحريه وليس الجمبري والاستاكوزا والكابوريا، قصدي السمك كسمك. السمك المفضل مش ال يعني كل ما السمك عارفين سمك الموسى وسمك حتى البلطي العادي، يعني كل ما كان السمك برضه كل ما الفاليو بتاعته اعلى، لكن السمك اللي هو بيبقى سخين بيبقى الفاليو بتاعته اقل زي البوري والدينيس والحاجات اللي بتبقى التكنس بتاعها، فكل ما كان السمك مفلطح اكتر كل ما كان الفاليو بتاعته ايه؟ اعلى كاوميجا. دي بس نصيحه يعني جنرال عندك. اني هاو يبقى المارين فول، المارين فود عندنا از بروتكتيف فاليو اللي هو عشان فيه انساتيريت فاتي اسيد. الفيجيتابلز والفروتس بتلعب دور مهم جدا في الكوني هارت ديزيز. ازاي؟ الناس اللي بتاكل قطع وخضار كتير ايه اللي فيهم انتي اوكسيدنت؟ خلي بالكم ان الخضار كتير جدا تاخدين بالكم منها عشان يخس تبني معاكم بسرعه ما بياكلش كتير صح ولا غلط؟ هناخد الكلام ده كله بالتفصيل ديتا اون هاندل. ده الضغط. الحاجه الثانيه ايه؟ فيزيكال اكتيفيتي مش محتاج اشرحها ليه مش محتاج اشرحها خالص. الناس اللي ما بتلعبش رياضه دي مشكله في مشكلة ناس ما بتلعبش رياضة. أجيله بس. أجيله هايبر تنشن. صح ولا غلط؟ أجيله كل المشاكل
كان عندنا ناس بتعلم لها رياضه حلوه. لذلك الريجولا فيزيكال اكتيفيتي بتكنترول الضغط وبتكنترول كل حاجه. عندنا السجاير بتعتمد على بشرب كام سيجاره في اليوم وبقاله كام سنه بالظبط. دي اسمها سموكينج اندكس، بتعتمد عليها عند ان العيان. خطوره السجاير دلوقتي في عصرنا ليست الاكتيف سموكرز بس، وانما مين؟ الست اللي جوزها بيشرب سجاير، الاطفال اللي باباهم بيشرب سجاير، دول غلابه بيتعرضوا لخطوره السجاير من غير ما يحسوا بحاجه. اتفقنا؟ يبقى الاكتيف والباسيف سموكرز اون ذا سيم تايم. مشكله السجاير انها بتبقى الايكويشن الثانيه، بتعمل ايه؟ السجاير نفسها غير ان النيكوتين نفسه بيعمل باص كوليسترول فبرفع الضغط، السجاير بترفع ال دي ان وبتقلل اتش دي ان بتزود الكوليسترول. اتفقنا؟ يبقى ليه عندنا بالنسبه لقصه الايه؟ السجاير. الكوليزم الالكول بيرسي غير ان هو الكافيين اللي بيرتبط بالسجاير، الالكول نفسه بيرفع الضغط وبيعمل ديس ليبيديميا. دي فكره الالكوليزم. الهايبرتنشن، الهايبرتنشن ارتفاع الضغط هيحصل كمان شويه، الهايبرتنشن اللي هو احنا ريسك فاكتورز سبيشالي الدايستوليك هايبرتنشن. بالانس. ازيس؟ الباس بيتعرض من 10 ل 20% من الريسك بتاعتك. يعني 10-20%؟ لو احنا في الشغل بيشرب سجاير، هو نفسه بيشرب كل يوم 20 سيجاره، يبقى انا كان شفت سيجارتين او ثلاثه، فالريسك بيزيد معايا ب 10-15%. ده احنا 10-20% حسب ايه بقى؟ اقعد معاك من الايه اللي احنا فيها فنتليتد ولا لا؟ اوكي؟ طيب دكتور، هو معلش حضرتك ليه قلت سبيشال دايستوليك؟ هتكلم عليك ونشوف هايبرتنشن. اوكي، لان الكراري بيملك في الدايستوليك مش في السيستم. الكراري بيملك في الدايستوليك مش في السيستم. السكر، ليه السكر بيرفع الضغط؟ ليه السكر بيسبب قصدي كروني هارت ديزيز؟ واي؟ ليه هاي ليه ده بيسبب كروني هارت ديزيز؟ ممكن اسالك سؤال؟ وات از ذا ديفينيشن اوف دايبيتيز؟ هايبر كلايسيميا يعني الجلوكوز زياده. فالجسم بيتصرف ازاي مع الجلوكوز زياده؟ بيحول فاكس. فانت بتزود البروبابيلتي اوف فات اللي ممكن تبقى موجوده في الدم، بتزود اثيروسكلوز. دي حاجه. الحاجه الثانيه من ضمن كومبليكيشن اوف دايبيتيز ان بيعمل رفنس في الانتيما بتاعت البلد بس الدايبيتيز كمايكرو باستر كومبليكيشن طبيعيه بتاعت الدايبيتيز هتحصل في كل عينين دايبيتيز طبيعي. فلما تعمل رفنس في الهول او في الانتيما بتاعت البلد بس الهول لو كورونري هتسهل بليتس ايه؟ اجريجيشن. هو الدم مش ار بي سيز وايت بلد سيز وبليتس. ليه بليتس مش بتفصل في الهول باستمرار؟ عشان السموثنس بتاعت الايه؟ البلد بس. اوكي، دي فكره الدايبيتس مليتس ازاي بيعمل عندنا بلس دي فكره الدايبيتس مليتس عندنا. الدايبيتس مليتس ممكن يرفع برضه ليفل اوف ال دي ال دي مش الاتش دي ال عندنا. قصه هايبر ليبيديميا شرحناها في الرسمه دي، هي علاقه الاتش دي ال والال دي ال والليفر في الليفر فشرحناها مش محتاج اتكلم عليها. الاوبستي هنتكلم عن الاوبستي ان شاء الله في النيوتريشن في الحصه اللي جايه ان شاء الله في الاربع اللي جايه اثنين اهو هتكلم مع حضرتك في الاوبستي وعرف ان البادي ماس اندكس اكتر من كام ويبقى الريسك كام فهنتكلم عن الاوبستي بالتفصيل المهم في ان شاء الله. اتفقنا؟ دي مجموعه ريسك فاكتورز اوف كورونري هارت ديزيز. مين هيسميها الريسك؟ المهم هم مهمين قوي عندنا ان هم يحفظوا اساميهم كده. ادي سماعي. سؤال مهم قوي قوي قوي. وات ار ذا ريسك فاكتورز اوف سي اتش دي؟ يلا حد يسمعهم. Both a personal lifestyle disease related و others. ال personal أربعة age, sex, media, personal lifestyle, diet, physical activity, smoking, alcoholism, disease related hypertension, diabetes, hyperlipidemia, obesity. واحد حاجة بقدر في أوتس نوز هايبرفايزم هايبرفايزم جاوت وكده بس يعني. سهل السؤال ده. انتوا عرفتوا بقى ان انا مهم احفظ العناوين دي؟ الحاجات في مصر احنا فاهمينها او نقراها او تتوقف ناخد 5 minutes break هو كان نكمل مع بعض ان شاء الله 5 minutes break ما نطولش يلا هنجيب خلي نجيب بسرعه قوي نجيب خلي نجيب بسرعه قوي